يعني الدوري العام المصري يجب ان يتم استكماله، وهناك اتجاه مش يجب ان يتم استكماله عشان الاهلي الاول. يا جماعه المصلحه العامه بتقول كده، والله ما قصدي حاجه، يعني مش قصدي ان انا اتكلم على حد، ولكن انا الاهلي 41 دوري، يعني اتنين لما يبقوا 42 طبعا هنبقى مبسوطين وكل حاجه، ولكن اذا كانت المصلحه العامه، اذا كانت المصلحه العامه بتقول ان الدوري يتلغي، صدقوني النادي الاهلي هيبقى اول الانديه اللي بتطالب بالغاء الدوري. ولكن لما تيجي تقرا على كل السايت بتاع كل انديه العالم هتلاقيهم بيعملوا ايه؟ هتلاقيهم حضراتكم دايما بيحاولوا خلال الفتره اللي فاتت يقول لك ان، اعتقد في اسبانيا او في ايطاليا قال لك ان الدوري احنا عايزينه يرجع في شهر 5. في بعض الانباء بتقول ان الدوري في اسبانيا مثلا هيرجع في شهر، لو رجع في شهر 9 هيرجعوه ويكملوه في شهر 9. كل الانديه في العالم كله بتتجه الى استكمال الدوري الشهر ده، الشهر اللي جاي، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، مفيش اي مشكله. ايطاليا اكبر دوله تضررت حتى الان، وفي نفس الوقت لم تلغي الدوري حتى هذه اللحظه. بيقول لك كل ما تيجي تسال رئيس الاتحاد او رئيس رابطه الانديه في ايطاليا يقول لك لا هنكمل الدوري. الاتحاد الاوروبي قال لكل الانديه الاوروبيه او لكل الانديه اللي بتلعب في اوروبا، قال لهم ايه؟ قال لهم اللي هيلغي الدوري مش هيلعب في انديه ابطال اوروبا، في دوري ابطال اوروبا. هل ده لان الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي ده مثلا بيحاول ان هو يبص على مصلحه شخصيه؟ لا، الاتحاد الاوروبي هنا بيبص على مصلحه عامه، مصلحه اوروبا كلها. زي ما احنا هنا النادي الاهلي دايما بيبص، لا يا جماعه، وانا الحقيقه ما بحبش يعني اقسم في هذا الموضوع، ولكن اللي انا عارفه ان النادي الاهلي لو المصلحه العامه بالغاء الدوري بناقص يا عم دوري من الدوريات، مش قصه بالنسبه لنا يعني، خصوصا ان الفرق كبير. لكن اللي يهم النادي الاهلي هو صحه الناس ومصلحه العامه لكره القدم المصريه وسلامه الناس. لو الوقت ازف ومش وهنلغي الدوري ممكن جدا، النادي الاهلي ما عندوش مشكله، النادي الاهلي ما عندوش مشكله. زي ما قبل كده سيد معوض قال، وقبل كده في معلول من يومين ثلاثه مع اسامه حسني قال ايه؟ قال لك يا جماعه احنا بناخد الدوري، ولكن هو الدوري اهم حاجه البطوله الافريقيه، فاحنا الدوري بالنسبه لنا مش قصه يعني. لكن احنا بنتكلم دايما او النادي الاهلي بيتكلم في المصلحه العامه. عندما يحين الوقت لان تكون المصلحه العامه بالغاء الدوري، النادي الاهلي اول الانديه واكبر، لانه اكبر وبالتالي الكل بيشوفه بيعمل ايه وبيعمل زيه، فساعتها النادي الاهلي هيكون اول الانديه التي تطالب بالغاء الدوري العام.